أسعد الله صباحكم متابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية وآخر التحديثات الجوية. إذن تأثر بعض الأجزاء الشمالية من المملكة بحالة مطرية تتمثل بهطول زخات رعدية من الأمطار، تكون أحيانا بعض منها في بعض المناطق المحدودة غزيرة ومترافقة مع تساقط لبعض حبات البرد. اليوم نهار يتوقع أن تزداد رقعة هذه الحالة المطرية، تشمل بشكل أساسي المناطق الجنوبية الغربية ومرتفعات جنوب غرب المملكة، تشمل مرتفعات الطائف ومرتفعات الباحة، وربما أيضا تطال مرتفعات أبها وعسير. إجمالا هناك فرص لزخات رعدية من الأمطار خاصة بعيدة منتصف النهار، تكون غزيرة في بعض الأحيان ومترافقة مع حدوث الرعد، والأمر الذي قد يؤدي إلى جريان كبير للأودية في تلك المناطق. هناك فرصة أن تمتد بعض من هذه الزخات أيضا إلى مرتفعات مكة المكرمة. شمالا هناك امتداد للأمطار متوقع نحو الشرق، وبالتالي قد تطال بعض الزخات المحلية من الأمطار منطقة حفر الباطن، وكما تنشط بعض السحب أيضا في وقت لاحق من هذا اليوم في المنطقة الغربية من الرياض. أما في المناطق الوسطى فتنشط الرياح تكون الأجواء مغبرة وعلى شكل موجات غبارية بين الحين والآخر. اليوم في العاصمة الرياض الأجواء أيضا ستكون مغبرة كسائر المناطق الوسطى، ودرجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، وبالتالي يميل طقس الحرارة اليوم. هناك نشاط متوقع للرياح بشكل لافت بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا هذه المرة من سكاكا 20-9 مع فرص الأمطار، 19-8 في عرعر، 19-7 في تبوك. أما في جدة 27 درجة مئوية العظمى والصغرى 21 مع ظهور بعض السحب، أجواء مغبرة في المدينة المنورة 25-14، 28-19 في مرتفعات ومدينة مكة. في الطائف 20-11 مع فرص لأمطار رعدية، قد تطال بعض الزخات في مكة المكرمة، تجدر المتابعة الميدانية للحالة الجوية. هناك مرتفعات أبها والباحة، هناك فرص لأمطار رعدية 15-10 في الباحة، 20-12 في أبها، 31-26 في جازان مع ظهور بعض السحب والغيوم. في الإحساء تكون 27-11، في الدمام 23-16 مع أجواء مشمسة. ربما غدا تطال بعض الأمطار المناطق الشرقية، الجبيل والدمام والخبر أيضا. في حفر الباطن 21-11 مع فرص للأمطار اليوم كما ذكرنا، أجواء مغبرة في وسط المملكة، في العاصمة 27-17، بريدة 28-11، وفي حائل 22-8 درجات مئوية. قبل الختام بعض التنبيهات بشأن الحالة الجوية السائدة، ضرورة الانتباه على الطرق الخارجية أثناء المسير بسبب حدوث بعض الموجات الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية المتوقعة في بعض الأجزاء نتيجة هذه الموجات الغبارية، وأيضا ضرورة الانتباه من ارتفاع مستوى نسب الغبار في الأجواء خاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون من حدوث أي مضاعفات لا قدر الله. الأمر الآخر ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة نتيجة توقع جريانها أحيانا بسبب بعض الزخات المطرية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم، أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.